اهلا بك كلارا، بحييك وبحيي المشاهدين. يعني نحن من امام المحكمه العسكريه، انا والزميل زكريا القطيب، كنا قد تابعنا كل الوقفات الاحتجاجيه منذ الامس هنا امام المحكمه العسكريه، كل المتظاهرين يلي عم بيطالبوا بالافراج عن ال 24 موقوف لانه بيعتبروا انهم ابرياء وليس عليهم اي دليل، وهذا الشيء اللي اكده وكلاء الدفاع عنهم المحامون، ان كان المحامي علي عباس، المحامي واصف الحركي، والمحامي ايمن رعد، كانوا اكدوا من البارحه الى اليوم بانه لا يوجد اي دليل يثبت التورط، وخصوصا بالمواد اللي ادعى فيها منذ البدايه مفوض الحكومه لدى المحكمه العسكريه القاضي فادي عقيقي، الذي يعني اتهمهم بمواد لها علاقه بتشكيل عصابه وغيرها من محاولات القتل، وهذا الموضوع يلي كان استنكره المحامون معتبرينه انه هذا موضوع غير دقيق وغير صحيح وهو مستنكر. معي مباشره المحامي علي عباس لحتى نقول انه باخر التطورات اللي صارت كلارا، تم الادعاء من قبل او تم عفوا اخلاء السبيل من قبل القاضي مارسيل باسيل لشخصين من اصل 17 سمع لهم، شخص منهم تمت الموافقه مباشره من قبل فادي عقيقي القاضي على اخلاء سبيله، اما الاخر وهو محمد ديباني هناك كان طلب من المحكمه التمييز لاحيل الملف لها لانه كان رفض القاضي فادي حقيقي واستأنف موضوع اخلاء سبيله. خبرني اكثر، عم تقول لي يمكن في معلومات انه تمت الموافقه، في معلومات هلا انه محكمه التمييز وافقت على اخلاء سبيله، ولكن في يمكن غرامه قديمه موجوده عم يعالجوها المحامين، في محامين من ارض طرابلس جوا عم يهتموا بموضوع محمد شعبان يلي اخلى سبيله، وموضوع محمد ديباني يلي حاليا عم تجري مع اخلاء سبيله. بالنسبه لنا نحن فوجئنا اليوم انه في مذكرات توقيف ب 15 من الاستماع اللي تم الاستماع له امبارح، فوجئنا انه الملف ما في يتكمل حاليا بالتحقيق لانه كان موجود بمحكمه التمييز، وبالتالي كان القاضي التحقيق مارسيل باسيل ناطر لحتى ينزل الملف لعنده ليقدر يكمل التحقيق مع باقي الموقوفين، ونحن عم نخاف انه يكون مؤشر توقيف ال 15 هو باتجاه توقيف باقي الموقوفين، لانه بالنهايه التهم هي مماثله. نحن عم نناشد القضاء انصاف الصور، لانه فعلا ما نسب اليهم ما بيستاهل هالمده من التوقيف الطويله، خاصه انه ما في اي اثبات على اي حد. هلا القاضي يعني اللي عم بيستمع بيقول انه القاضي استمع لتحقيقات 17 قرر انه يخلي سبيل 2 و15، ليه بده يوقفهم؟ يعني هيك انه ما في عليهم شيء بده يوقفهم؟ هيدا انتم كمحامين بعد ما في اي دليل، هذا السؤال اللي بيطرح حاله، هل في تدخل سياسي عم بيصير؟ هذا السؤال بيطرح حاله، هل الهدف الاختصاص من الثوار يلي كانوا عم ينزلوا على الشارع بكل الاماكن وبكل المناطق، هل انه الانتقال من البقاع لطرابلس هو بشكل جريمه لانه عم بيعبروا عن رايهم؟ المواطن اللبناني ما له حق يكون متوجع على اي بقعه من الاراضي اللبنانيه ليعبر عن رايه ووجعه، اذا كان طريقه اسكات الثوار بدها تكون بطريقه توقيف وتوجيه رسائل لباقي الثوار انه نحن اذا استمريتوا بتحركاتكم حيتم توقيفكم مثل ما عم توقفوا زملائكم، هل الهدف من هالشيء انه قمع الثوار وحرق اهاليهم، قلب اهاليهم عليهم؟ امبارح شفنا اهاليهم كيف كانوا هون، وكلنا بنعرف انه ما في اي اثبات او دليل واضح وصارت على اعمال العنف الكبيره يلي صارت بطرابلس، نحن لهلا ما بنعرف مين حرق السرايا بطرابلس، نحن لهلا ما بنعرف مين حرق المحكمه الشرعيه بطرابلس. نعم، يعني لنوضح للمشاهدين، بعد في 7 اشخاص ما تم الاستماع لهم، ما تم التحقيق معهم بوقت يلي تم توقيف 15 واخلاء سبيل 2. حتى في 4 اشخاص من السبعه هن من منطقه البقاع، وهن شخصيا راحوا لحالهم قدموا سلموا حالهم لانه بيعرفوا انه ما عليهم اي شبهه باعمال العنف اللي صارت. شكرا لك يعني كلارا، وضع الكمامة صعب، عم نلخبط كثير. في موضوع الأساسي بالمحكمة العسكرية كان ووضحه أيضا المحامي علي عباس، بس بالإشارة الأخيرة لملف مرفق بيروت والتحقيق مع القاضي فادي صوان، كان استمع صباحا القاضي فادي صوان في قصر عدل بيروت منذ الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30، أي ساعة ونصف استمع فيها كشاهد للقائد الجيش السابق جان أهوجي. طبعا تناول الموضوع مسؤولية الجيش اللي هي أساسية بموضوع التفجيرات وأساسية بموضوع المواد المتفجرة ومنها نترات الأمونيوم، والسؤال الأساسي اللي طرحه القاضي صوان بحسب معلومات جديد، لماذا قيادة الجيش التي تعلم بأكثر من مذكرة منذ عام 2016 بموضوع نترات الأمونيوم، وهي التي قالت لمرفق بيروت ولإدارتها يوما بإدارة شفيق مرعي أنه نحن لسنا بحاجة إلى هذا الأمونيوم، وشوفوا إذا ما بيتم أخذه من قبل يلي هو موصله للبنان أي شحنه
وإلى الخارج شوفوا مجيد الشماس كشركة لبنانية للمتفجرات. بكل هذا الموضوع منذ 2016 لحتى مصار النهار المشؤوم فيه الانفجار بأربعة آب، ليه ما تم التحرك من قبل قيادة الجيش؟ وحتى يمكن عم بيقولوا في إمكانية أنه يتم سؤال قائد جوزيف عون القائد الحالي للجيش اللبناني من قبل فادي صوان. طبعا معلومات أكثر وتفاصيل أكثر رح تكون من بتقارير مفصلة، ومباشرة رح انهي هذه الرسالة يعني عدد يعني عم يتم يمكن قطع الطريق، محاولة لقطع الطريق من قبل المتظاهرين هما هنا أمام، وعم نشوف أيضا يعني متظاهرين عم بيجوا من منطقة البربير من نقطة البربير باتجاه المحكمة العسكرية. نعم. طبعا تفاصيل أكثر كلارا بالنشرة المسائية. نعم سنتابع معك في حال طبعا تطور الوضع وورود أي جديد في هذا الموضوع، وشكرا لك يا زميلة لايا أبو موسى.